هذا واكدت المملكه العربيه السعوديه ان امن مصر جزء لا يتجزا من امن المملكه معبره عن تاييدها لحق مصر في حمايه حدودها الغربيه من الارهاب واكدت السعوديه انها تقف الى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الارهابيه وداعميها في المنطقه من جانبها اكدت دوله الامارات العربيه المتحده تضامنها ووقوفها الى جانب مصر في كل ما تتخذه من اجراءات لحمايه أمن وأمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا